الزانية. اتكلم الرب في العهد القديم Old Testament from Old Testament جيرميا 2 and جيرميا 3. حكى عليها قال ايه؟ قال she made a sex with all the Arab in Ashur and also in Egypt and he let the people to know about her and she teached the hoga like her also. She teaches the hoga like her how they can do this. And God said also about her, she loved to drink the blood of the people believing God. She killed all the religion. Look what he said in Revelation 17. She wearing the blood of the people. And he will kill her. And God said also in Jeremiah 3, which country he didn't go to kill. يعني الزانية دي مش بس هنا في مصر، دي راحت وكل الدول زانت معاها وفضحها في أشور وفضحها في مصر. يبقى هو ايه؟ هتخرج من مصر ايديها على راسها، قال يعني عافيه لا معاها زوج ولا اولاد، طبعا بمتش وكله ما يموت وكل اللي هم ماشيين معاها وبيحموها وبيعملوها اعمال الوطايا. وقلنا الكلام ده اللي هي ارميه 49 يفتخرون بالوطايا. جات له سلب ونهب وسحر وزنا. طيب نشوف هنا كمان بيقول ايه. بيقول على الزانيه ديت انها بتجلب اليها الحمقى. دايما ابن الحلال استحاله يعمل الكلام ده. لما يكون انسان بذرة شر بذرة الزنا منذ بداية الزمان، ده الطبيعي ان هو يعمل كده. طيب يبقى الزانية دي اتكلم عنها ربنا في ارميا 2 وارميا 3. تعال نشوف هو سبب الزلازل والبراكين ايه في اشعياء 24. يقول ايه؟ ويل للخونة لانهم يمارسون الخيانة، خانوني انا السيد الرب الاله. اللي بيعمل شر زنا سحر سرجة عربدة بلطجة كل ده خيانة لوجود الله في العالم كله، لأن الله لا يخلو منه مكان. طيب اللي يخون ربنا، ربنا يعمل فيه ايه؟ أنا أهرسهم تحت أقدامي وأكنسهم بمكنسة الهلاك، وينصر لحمكم ولا يجمع. ده مين هم اللي ينصر لحمهم؟ أولاد كنعان الملعون، ويفتش عليهم كما بمشعل حتى إذا اختبأوا في شقوق الصخر ولقتهم زي الجراد من على الشيل، وينزع نسلهم حبلت قشا ولد تقشيشا. طيب يبقى اذا اللي يغدر بربنا الارض تنجست تحت اقدام مين؟ الزانية اللي بيزنوا معايا. طب يرد ربنا يقول ايه؟ فافتح مذاريب السام وانزل عليكم نار من السماء وافتح البراكين من تحت وبيتكم لا يوسف ليه وانتم احياء. ونبص نلاقي earthquakes volcanoes the answer from God in Isaiah 24. God said the people are honest. The people give me the back for a hoga. They follow the hoga. Stole, stole. Kill, kill. Magic, magic. Everything not God. To worship to the devil, worship to the devil. Say nothing, his name is God. Say nothing, his name is God. Then the hoga followed the terrorists. And then we ask, cry out and fast for God to move his hand to come and kill the hoga, and everyone followed the hoga. And God said also in Psalm 33, God will success what he said, but these people will not success the victory to God. يعني ربنا بيقول تفشلون فيما تصنعون. لمين؟ للأشرار. ومشورة الرب تثبت، واما مشورة الملاعين فايه؟ فتباد للابد. يبقى هم يفشلون فيما يصنعون. يروح يعمل عملية ارهابية ينفجر هو ويموت في داهية،
بس مش هيقدر يعمل اي حاجه، لان الله هو بقى اللي بيتحداه. ربنا بيقول انا الذي افسدكم، ايتها السحر الزاني الفاجر العاهر، اشبع من سحرك وزينك اللي تعلمتيه منذ سباقي، لاني انا اقوم عليك وابيدك وابيد نسلك الملعون، ويفسد سحرك، وكل واحد هيشوفك زي الغراب وهيقتل اولادك، بل ومبارك من يقتل اولادك. اذا ربنا بيقول في اشعياء 47 واشعياء 57 واشعياء 24، وبيقول على الزانية كمان في ارميا النبي اصحاح 2 وارميا النبي اصحاح 3 وسفر الرؤيا 17. فاحنا نصوم ونصلي عشان ربنا يبيد الزانية وكل من يحميها ومن معها، اللي هو ارميا 6 الجارة صديقتها، يعني لكون شبانهم شيوخهم نسائهم رجالهم اطفالهم وكل من يشترك معهم في اعمال الظلمة. ايه عمل الظلمة؟ سحر، زنا، جتل، عربدة، بلطجة، كل اللي ربنا بيقول عليه انه ما يتعملش هما بيعملوه. يعني مثلا سي لو ربنا قال ما تسرقش هما يسرقوا، ما لا تجور عن حدود جارك، لو هو انا اسرق، ويل لمن يلصقون المنازل ببعضها والحقول، اليوم تؤخذ روحك منك ايها الغني الغبي، يا ابن كنعان الملعون، يا من بنيت بيتك وجدرانك بالدماء. اذا هو بنى بيته بالايه؟ بالدماء. فربنا يسجي دم ولاده وينزع نسله الملعون على الارض، لان نسل الاشرار لا يرث الارض. God is very patient with the terrorists, Hoga, and everyone followed the Hoga. Everyone said God, nothing, his name is God, God creating, but now no God. As the people worship to the evil, the people terrorists love to kill, to steal, to do anything to let the devil feel happy with them. And we will cry out and fast to ask God to move his hand to kill these people, to let all the world to know God put an end to their evil plans. Ashaya 30, chapter 30. يضع الله نهاية لشروركم يا أولاد كنعان الملعون، ويبيدكم أنتم ونسلكم، يكنسكم بمكنسة الهلاك. أشعياء 13 وأشعياء 14. أشعياء 30 غربال الهلاك، يركع أطفالكم وبناتكم للذبح، ويغتصب بناتكم ونسائكم حتى الموت. هما طبعا هما بيحبوا الاغتصاب والحاجات دي، واللي عملوه في السعودية من 42 سنة معروفين، الأكراد، قتل وزنا وقبور جماعية، أعمال الشيطان. ناس بتعبد إبليس، اللي يعمل أعمال دي بيعبد إبليس، بيسموا روحهم إن هما هيرو وأبضايا. طبعا هما أبضايا عند الشيطان اللي هما بيعبدوه اللي لابسهم. إذا يفتك بهم إبليس لانهم عبدت ايه؟ الشياطين. هنصوم ونصلي عشان ربنا ينتقم منهم ويقتلهم هم ونسلهم الملعون، وينصر لحمهم ولا يجمع. وهنصلي سفر العدد اصحاح 5 من 11 22، تاتي عليهم اللعنات من الله، انتقام الله بقى. ونمبر 5 between 11 until 22 in this fast. امين.